حضرات السادة المدعوين أسعد الله مساءكم ليديز اند جنتلمان ناو لنا لقاء مع الغرابة والعجائب والرواية والزرايف والإثارة والمتعة مع نجمة الإذاعة والتلفزيون والمسرح ونجمة الفيسبوك والتويتر والواتساب يعني اللي عنده كلمة حلوة يبعتها لنا على تويتر واللي ما عندوش يعملها لنا بلوك على طول مع الفكاهة مع الضحكة مع الابتسامة مع خفة الظل مع الراقصة غزال